مسا على الناس الكويسة. النهاردة هعمل لكم جولة في منتجاتي الشخصية. عايزة اقول لكم بصوا، عندنا منتجات كتير جدا لازم نتكلم عليها. محبتش اخر الفيديو اكتر من كده، يلا بينا ندخل على الفيديو. اول حاجة هبدأ بيها يا بنات هو البادي لوشن. ده كده بادي لوشن من فيكتوريا سيكريت طبعا، بس مش فيكتوريا سيكريت الاصلية، ده كده بالجليتر تمام. وعندي اللي هي مية ورد العراب، وكمان الماسك ده اللي هو البيل اوف ماسك، ده من ايفون، ده لتقشير البشرة، ده بالخيار والصبار تمام، كويس جدا. ودي كده الحنة البيضة كلمتكم عنها قبل كده في فيديوز. وده كده اللي هو الطمي المغربي، طمي الشرفاء، قلتلكوا انا جايباه منين وسبتلكوا رقم البنوتة. الطمي ده جامد جدا جدا، وده ستوك من الماسك الليلي اللي جايباه من صفحة زيوت هندي اللي كلمتكوا عنه وهرياكوا كلام عنه. بأمانة بأمانة السيرم ده قمر قمر قمر، وبجد هتندموا لو ما جبتهوش تمام. معايا الكابسلز دي من بالية، الكابسلز دي جامدة جدا جدا وعجباني بطريقة مش طبيعية، وهكلمكم عنها بالتفصيل. وبعد كده الكريم ده يا بنات، الكريم ده من نتائج الطبيعة اللي هي صفحة نتائج الطبيعة، عاملة براند لنفسها كلمكم عنه بالتفصيل. هعمل لكم ريفيو كامل عنه تمام. وبعد كده عندي اللي بولم دول، ده من تشا، وده اللي هو من هسايا جيرل، ده اللي هو بالافوكادو بيدي لون، وده من تشاو العادي خالص. بعد كده عندي خلطات الزيوت بتاعتي، دول كده خلطة زيت الورد مع زيت جونسون، وده عندي زيت القرنفل بتاع نفخ الشفايف كلمتكم عنه قبل كده برضو، وكلمتكم عن الطريقة بتاعته. عندي ده زيت شجرة الشاي، الحاجات دي كلها من عند العطار. زيت شجرة الشاي يا بنات مفيد جدا جدا للحبوب بتاعت الظهر والمؤخرة، بيقضي عليها حرفيا من بداية 3 ايام، كلمتكم عنه بالتفصيل برضو في فيديو قبل كده. خدوا جولة كده في القناة هتلاقوا كل الفيديوز اللي انا بتكلم عنها دي. حاطه بقى يا بنات هنا كده الفيتامينز دي، انا لسه ما بداتش حتى استخدمها، بتاعت البشره والشعر والضوافر اللي هي من بايوفيتا من انفينيتي. دول كده شايلاهم ستوك لان انا حاليا بستخدم كورس البيوتين والبنتجار اللي كلمتكم عنهم، فمش هعرف استخدم دول في الوقت الحالي يعني. ده كده السان سكرين بتاعي من بوبي كريم، هو SPF 80، لسه برضو مجربتوش، هو تنتد يعني في لون كده شبه الفاونديشن. لو لسه ما عملتيش لايك او اشتراك للقناة بليز ممكن تعمليلي، عشان ده الدعم الوحيد اللي ممكن اخده منك هو الاشتراك في القناة وكمان اللايك. تعالوا كده الكيسة اللي ورا دي فيها شوية اعشاب وحاجات كلمتكم عنها قبل كده، بعمل بيها سبراي اللي هو علاج تساقط الشعر، وبرضو استنوا الفيديو ده قريب اوكي. معايا البودي ميست ده اللي هو بالرمان تمام، ده انا مستخدمه منه حبه حلوين، مش عارفه باين لكم ولا لا. وبعد كده عندي البرفيوم دي من لافي ابيل، دي يا بنات كنت جايباها ب 20 جنيه، دي التقليد مش الاصليه، وريتها لكم برده من جوه. وده كده اللي هو املاح الحليب اللي هي الكوريه من يوكو، دي بالليمون تحفه جدا يا بنات، وبتفتح البيكيني في خلال دقيقتين هي والاندر ارم اوكي. وكمان معايا البرفيوم دي يا بنات كانت تركيبة، اهو ده شكلها، ده مش فاكرة ريحة البرفيوم بتاعتها ولكن حلوة جدا وثابتة برضو. هنا كده انا حاطه الميك اب والتاتو والحاجات بتاعتي في العلبه دي، لو حابين اعمل لكم جوله جواها قولولي برضو وانا هعمل لكم. هنا في كل الميك اب التاتو الاكسسوارات اللي ما بستخدمهاش كتير، الحاجات دي يعني تمام. تعالوا بقى للجنب ده، بص سوري بقى ده عشان دي من الاعشاب اللي لسه شارياها، روزماري اهو، حاجات حاطه هنا يا بنات الحاجات اللي ممكن استخدمها لوشي، ازاله الشعر وكده والحواجبي. اول حاجه الفازلين الطبي والفرشه اللي كلمتكم عنها قبل كده، قلتلكوا ازاي نعمل
اي برو طبيعية للحواجب والرموش. ممكن الفيديو ما يكونش لسه نازل، بس اكيد هينزل لكم بعد الفيديو ده فورا يعني. والمقص ده اهو، ده بقص بيه اطراف شعري او حواجبي يعني عادي. طبعا الشيفينج بتاعتي والشيفينج بتاعت البشرة اهي، معايا اتنين، واحدة فيهم خلاص بردت. ومعايا الملقاط ده كده، حطهم كده يعني ايه يعني جنب بعض كده، عشان لو محتاجة اي حاجة فيهم يبقى قدام مني. تمام. معايا طبعا الحمام المغربي ده والصابون المغربي ده من اغادير، لسه عامله لكم ريفيو كامل عنه، من اجمل واحلى الصابون المغربي اللي انا جربته في حياتي اصلا. عندي دي كده يا بنات حاطه فيها، انا عامله خلطه كريم دم الغزال. اوكي. بعد كده عندي السكراب ده من ستاركي، تحفه يا بنات، جامد جدا، كلمتكم عنه بس برضو حذرتكم من كام حاجه كده، ابقوا شوفوا الفيديو. عندي السكراب ده من بوبانا، السكراب ده للجسم قمر 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 وناعم، ولا بيخربش ولا بيعمل اي حاجه خالص، فمن السكرابس الحلوه. وسعره كان 20 جنيه، سعر ستاركي كان 10 جنيه. الاتنين دول ارخص سكراب للجسم، ولكن بجد حلوين جدا وبيفرقوا جدا جدا. اوكي. معايا املاح الباديكير الفواره دي من لاروج، كويس لسه برضو حلوة جدا جدا. دي كانت يا بنات ب15 جنيه، وبتقشر الرجل كويس جدا. اوكي. تعالوا بعد كده، ده جانب الشعر بتاعي. طبعا كان في حاجات اكتر من كده، ولكن دول اللي انا موقفة كل حاجة وبستخدمهم عشان اشوف يعني النتيجة بتاعتهم هم بالذات. اوكي. اول حاجة اللي هو الزيت ده، اللي هو زيت 8 سنتي سمر، في دي حاجة زي كده لسه ما اقتنعتش باسمه قوي. ده انا استخدمته مرة واحدة بس، وهو في شعري دلوقتي عاملة بيه حمام زيت دلوقتي، اللي هو المرة دي، فمش هعرف اقول لكم حاجة عنه. ده زيت سيسا، بستخدمه بقالي شهر، شايفه منه نتائج مبهره. حلو جدا جدا الزيت ده يا بنات، قمر قمر قمر. لو قدامك هاتيه، انا بقالي شهر بستخدمه، مش شهر بالظبط، شهر الا كام يوم يعني، بس حلو جدا جدا، شايفه منه نتيجه كويسه قوي وانبهرت. عيبه الوحيد بس ريحته بصراحه مش بفضلها خالص. دي كده يا بنات مجموعه كنت جايباها من صفحه زيوت هندي، مجموعه ترميم كان واحد وعليه واحد. ده كده نخاع انثى الجمل الهندي. اوكي. وده كده كريم ترميم برديس الهندي. الاتنين دول من براند برديس من صفحة زيوت هندي. تعالوا بقى للجنب ده كده، بصوا احنا ده كده يا بنات زيت ليمون. اوكي. ده زيت جوز هند، ده جلسرين بستخدمه لترطيب الجسم عادي. ده زيت الزيتون، طبعا زيت الزيتون انا بستخدمه استخدامات عديدة جدا، منها سكراب للجسم، سكراب للشفايف، بستخدمه في وصفات مسكات كده يعني. ده كده يا بنات زيت الفانيليا، زيت الفانيليا حلو جدا برضو، بيدي ريحة للجسم كويسة جدا. ده كده اللي هو انا مش فاكرة اسمه، بس هي ريحته حلوة جدا، كنت جايباه معاكم قبل كده في فيديو بس مش فاكرة الحقيقة. وده كده زيت الجوجوبا. اوكي. دي كده زيوت الشعر اللي عندي اللي بستخدمها في الوقت الحالي، وقفت كل حاجة، ودول كمان انا هبدأ برضو اخلصهم عشان افضى للحاجات دي. اوكي. تعالوا بقى بصوا، الشامبو والكونديشنر اللي بستخدمهم اليومين دول هم بتوع راي، مجموعة راي اهي، ده شكلها. وكمان بستخدم الحمام الكريم ده من مينج، ومعايا الشاور جيل ده حاطه كده جنبهم، بعمل بيه بادي كير، فاضل له حبه صغيرين، ده من ايفون اللي هو من براند اولويز. اوكي. ده كده جوله في ممتلكاتي الشخصيه اللي بستخدمها في الوقت الحالي بصوره مستمره. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش تحطولي لايك بليز. يلا باي.